وأحق الناس بشفاعته أكثر الصلاة عليه، ويرد الملك عند قبره على كل مؤمن ومؤمنة تصلي عليه. أتدرون من البخيل؟ قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما تعاقب الليل والنهار. نظر إليه صحابي فبكى. اسأل نفسك، هل بكت يوم عينك شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الدمعة التي تشتاق، الدمعة التي تتحرج من هنا شوقا إلى رؤيته، والله إنها من دلائل حبه. ولربما شفع لك حبيبك صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون فحما متواقد فيدخلهم الله يم الحياة ثم إلى الجنان. شافع لهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر دليل على حبه الشوق إليه، الشوق إليه. أنت لو أبوك ميت ويقال يعود والدك وناخذ نصف عمرك وكل مالك، تعطيه؟ والله لأعطيه باقي العمر كله والمال كله، بس أحب رجل أبوي ولا عين أبوي ولا يد أبوي لو ساعة. أعود للصحابي. قاما فنظر إلى رسول الله فبكى. ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، أنت بيننا ونرى الوحي يتنزل عليك بيننا، وغدا ترفع مع النبيين والصديقين وترفع مع الأنبياء في ملكوت السماء في أعلى الجنان ولا نصل إليه. تدرون ايش معنى كلام الصحابي؟ يعني الجنة، كل الجنة ما تطيب إلا برؤيتك. يريد أن يراه في الجنة. الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدخل الفردوس الأعلى. قال: ترفع غدا ما نراك. شفت المحبة هذه؟ سكت الحبيب، ما يستطيع الرد عليه حتى يصل الوحي. فبعد أيام قال: بشروه. يبشرون بما؟ نزل وحي من السماء. وهذه الآية تجعل في قلوب المحبين عزاء. أربط على قلبك وامشرح صدرا، والله إن طبقت شروط الرفقة لترافقن محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.